أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سافر شخص إلى مكة بالطائرة وعند محاذاته الميقات كان نائما ولم يستيقظ إلا في جدة، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم أنه يكفي له أن يلبس ملابس الإحرام في جدة لأنه نوى الإحرام قبل الميقات؟ لازم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ليستدرك، فإن أحرم من جدة يكون عليه دم، يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.